ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وكرمت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذياب آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في تكملة الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب. ويبحث في القسم الثالث من الكتاب في الباب الأول أحوال عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي حفظه وكلاءة الله له ومنعه من كل نقيصة في جوانبه المختلفة صلى الله عليه وسلم. فتناول جانب العصمة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم الشك والارتياب فيما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه بعد بعثته، هذا في الفصل الأول. ثم تكلم في جانب عصمته قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. الأنبياء معصومون من الكفر والشرك والشك من لدن أن أذن الله لهم بالنبوة وهم في عالم الذر، حتى وهم في بطون أمهاتهم، حتى وهم أطفال صغار قبل أن يبعثوا وقبل أن يرسلوا للناس، معصومون من ذلك قطعا بإجماع المسلمين. الأنبياء لا يشكون لحظة قبل بعثتهم، كما أنهم بعد بعثتهم من باب أولى في وحدانية الله وفي معرفة الله وفي صفاته. ولذا بين بالأدلة على عصمة نبينا قبل بعثته في الفصل، بعد بعثته في الفصل الأول، ثم قبل بعثته حال صباه وحال شبابه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بعث في 40 من عمره، هل حدث له جانب خلل في اعتقاده بالله سبحانه وتعالى أم لا؟ فالمعلوم أنه لم يحدث له هذا الخلل. وتناول في الفصل الثاني ما ورد من الآيات على نمط مثلا ووجدك ضالا فهدى. فهل ضلال النبي صلى الله عليه وسلم معناه حيرته في وحدانية الله أو في عدم معرفته بالله، أو هو حيرته في كيف يصل إلى الله وكيف يعبد الله؟ فهي حيرة في كيف يصل إلى الله، حيرة في كيف يتعبد إلى الله. أما معرفته بالله فكانت في كمال الإيمان واليقين، ولكن كيف يعبده وقد درست ملة إبراهيم ولا يعلم منها إلا القليل، كيف يتقرب إليه سبحانه وتعالى، ما يريد منه سبحانه وتعالى وما يريد أن يدل الناس عليه، كل هذه هي حيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أو قيل وجدك ضالا فهدى، أي محبا إلينا، لأن الضلال بمعنى المحبة، زي ما إخوة يوسف قالوا لأبيهم يعقوب ولم يشكوا في نبوته إنا لنراك في ضلال مبين، لما قالوا لسيدنا إيه يعقوب كده، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لا يقصد طبعا إنكار نبوة سيدنا يعقوب وإلا يبقوا كفر، ولكن يقصد إن نرى أبانا محبا ليوسف وأخيه حبا شديدا،
وكذلك لما قالوا على امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، يعني محبة لخادمها حبا شديدا. فالضلال ممكن يبقى بمعنى المحبة، أي وجدك ضالا أي محبا إلينا فهداك، فهديناك إلى طريقنا وإلى حضرتنا وإلى كيفية الوصول إلينا وإلى المزيد من المعرفة والتثبت واليقين وغير ذلك. فنتناول اليوم بقية هذا الفصل الذي يذكر فيه المصنف الآيات التي قد تؤثر في معناها الظاهر على اعتقاد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن معصوما في جانب الإيمان والمعرفة بالله قبل بعثته، كقوله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهل الغفلة هنا بمعنى الغفلة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها عباده الكفار في آية أخرى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وهم عن آياتنا غافلين أولئك مأواهم النار، يعني هل هنا الغفلة دي زي الغفلة دي ولا لا دي هي معنى آخر؟ يبقى هنا وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي الغافلين عن قصة يوسف أو الغافلين عن العلم بما حدث بين يوسف وإخوته، هذا هو المعنى، وليس الغافل بمعنى الغافل عن الله التي وردت في الآيات التي تصف أحوال الكفار، لأن حال نبينا صلى الله عليه وسلم حال كامل منذ أن أراده الله سبحانه وتعالى في الأكوان، لأنه هو سر الأكوان صلى الله عليه وسلم، لأن الله لما خلق الأكوان خلق الأكوان ليعرف وأعرف الأكوان بالله ورسول الله، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سر الأسرار وهو محط مراد الله سبحانه وتعالى من العباد، وأنه هو إجمال ما أراده الله من عباده سبحانه وتعالى، لأن الله أراد إجمالا أن يعبد فرسول الله هو أعبد الخلق، فهو مجمل الأكوان، وسائر الأنبياء هي تفصيل مراد الله، أما رسول الله فهو الإجمال، كما أن الفاتحة هي إجمال ما في القرآن ثم بعد ذلك باقي سور القرآن هو تفصيل ما في الفاتحة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إجمال مراد الله، لأن إذا اختصرنا الأكوان لصارت عبد ورب، يعني مراتب الوجود إذا اختصرناها يصير عبد ورب، لا يوجد في الوجود إلا عبد ورب، فمن أعبد الخلق هو رسول الله، يبقى ما فيش إلا رسول الله ورب، ده الواقع دي الحقيقة على منتهى الكمال. ثم بعد ذلك يأتي مراد الله على التفصيل فيرسل الأنبياء أنبياء ليفصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قالوا على نبينا صلى الله عليه وسلم سر الأسرار ومظهر الأنوار، وقالوا روح الأرواح وسر بقائه، كل دي في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة الأصلية في الأكوان، لأن الأكوان لم تخلق إلا لمعرفة الله وعبادته، وأعبد الخلق وأعرف الخلق هو رسول الله، فيبقى رسول الله هو مراد الله من الأكوان كلها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رحمة الله للعالمين، والله سبحانه وتعالى جعل الأكوان مخلوقة بالرحمة، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة وصيغت منه الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا نظرنا إلى الحقيقة المحمدية الأولية التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال كنت نبيا وآدم منجبل في طينته. قالوا له متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم منجبل في طينته، وقال كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا صلى الله عليه وسلم، وقال الله في القرآن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أولية المحمدية بنص القرآن، الأولية المحمدية منصوص عليها في القرآن، وأنا أول المسلمين، ومعلوم أن سيدنا آدم مسلم وسائر الأنبياء مسلمين،
الله سبحانه وتعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو الله. هو هنا هو الله، سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل إبراهيم ومن قبل الأكوان، هو سماكم، هو اجتباكم، هو مولاكم، هو سماكم المسلمين من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن وأنا أول المسلمين، فأولية النبي معلومة. ولذا عندما يحمد النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحوه في المدائح الكثيرة التي ترد في ذكر مدائحه وفواضله ومكارمه صلى الله عليه وسلم، يقولون يا أول خلق الله، هذه الأولية التي نص عليها القرآن، ومن ينكرها ينكر صريح القرآن، وخارجين عن إجماع أمة المسلمين، لأن هؤلاء الناس خرجوا عن إجماع أمة المسلمين في كثير من المعاني. فإذا سمع يا أول خلق الله ينكرها، لأنه أنكرها وأنكر أشياء كثيرة أخرى وردت في القرآن، فهو من خوارج هذا العصر، وكل عصر له خوارجه. فلا تأبه بهؤلاء، ولكن تكن مع الله ومع رسوله ومع القرآن ومع أهل الحق حتى يبعثك الله راضيا عنك. فإذا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة وأنه أول المسلمين، فكيف تكون وإن كنت من قبله لمن الغافلين تظن أن وصف الغفلة هنا هو وصف الغفلة التي يصف الله بها الكفار؟ لا تعتقد ذلك. فإذا الله وصف نبينا بالغفلة، يبقى غفلة هنا بمعنى مختلف تماما عن وصف الكافر بالغفلة، لاختلاف حال النبي عن حال الكافر إجمالا وتفصيلا صلى الله عليه وآله وسلم. فننظر ماذا قال العلماء في هذه الآية. فاعلم أنه ليس بمعنى قوله والذين هم عن آياتنا غافلون، بل حكى أبو عبد الله الهروي أن معناه لمن الغافلين عن قصة يوسف إذ لم تعلمها إلا بوحينا. وكذلك الحديث الذي يرويه أبو يعلى الموصلي في مسنده وعثمان بن أبي شيبة بسنده. هذه الأحاديث وهذه الآيات يذكرها منكري عصمة نبينا وسائر الأنبياء قبل البعثة من الكفر، لأن هناك طائفة من الخوارج تقول أن الأنبياء غير معصومون عن الكفر قبل البعثة، بل قد يوسموا بالكفر وقد يفعلوا بعض أعمال الكفار، فيأتوا بمثل هذه الآيات يشوهون بها أذهان العامة، ويقول ألم تسمع قول الله ووجدك ضالا فهدى، ألم تسمع قول الله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ألم تسمع هذا الحديث الموضوع الذي سوف نرويه الآن، حتى يدللك على أن النبي لم يكن في حال حفظ من الله وفي حال كمال إيمان بالله قبل بعثته الشريف. كل هذا يخيل على أذهان العوام غير المتثبتين بالمعاني الدقيقة الواضحة. ولذا يذكر لك هذه الآيات والأحاديث لينبه لك على دليل أهل السنة كيف أولوها وكيف فهموها، حتى لا تفهمها خطأ، فلا تعتقد غير مراد الله في نبيه صلى الله عليه وسلم. فيروي حديث موضوع، حديث ضعيف موضوع، بعضهم ضعفه ضعفا شديدا وبعضهم قال أنه موضوع. هذا الحديث نرويه مخافة أن تقرأه في أحد الكتب دون أن تعلم مخرجه ولا روايته، فتظن أنه يناقض مدعى أهل السنة أن نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء محفوظون من الكفر قبل البعثة وبعدها. فيروي الحديث ويقول، وهذا الحديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وعثمان بن أبي شيبة بسنده عن جابر بن عبد الله، إلا أنه ضعيف، وقال أحمد بن حنبل أنه موضوع، وأكرر أنه موضوع قبل أن تسمعه، وسوف أكررها أنه موضوع بعد أن تسمعه أيضا، لأن أحيانا يثبت في ذهنك الحديث دون أن تتذكر درجة صحته، فتظن أن كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به ويؤخذ به، ولكن في أحاديث كثيرة وضعت على نبينا صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم، يعني اجتماعهم عند آلهتهم وأعيادهم عند الآلهة، ذكر هذا. فسمع ملكين خلفه وهو لسه شاب صغير، أحدهما يقول لصاحبه اذهب حتى تقوم خلفه، يعني تقوم خلفه لتحفظه أن يمس هذه الآلهة. فقال الآخر كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام؟ فأثبت هذا الحديث الموضوع أن نبينا قد استلم الأصنام
ايه تقديسا لها وتبجيلا لها. وهذا الحديث موضوع فلم يشهدهم بعد، قال يعني سيدنا رسول الله لما سمع الكلمة دي لم يشهد بقى احتفالات الاصنام بعد. فهذا حديث انكره احمد بن حنبل جدا، وقال هو موضوع او شبيه بالموضوع من حيث الاسناد ومن حيث المعنى، من حيث المعنى الذي يدل على عدم حفظ نبينا من الاوثان قبل بعثته، وهذا معلوم من الدين بالضرورة ان نبينا محفوظ كسائر الانبياء من الكفر ومن التعامل مع الاصنام ومن تقديس الاصنام، حتى انه لم يعلم جد لنبينا صلى الله عليه وسلم من اجداده السابقين انه سجد لصنم او شرب خمر او زنى بامرأة. اذا كان اجداد النبي وليس بانبياء لمجرد انهم كانوا يحملون في ظهورهم نطفة النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم الله من اجل هذه النطفة الكريمة، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة وصورة صلى الله عليه وسلم، الا يكون اولى بالحفظ هو صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وقال الدارقطني يقال ان عثمان وهم في اسناده اللي هو رواه عثمان بن ابي شيبة. والحديث بالجملة منكر، يعني يخالف ما هو صحيح، غير متفق على اسناده، من حيث المعنى منكر ومن حيث الاسناد مختلف فيه، بعضهم يقول موضوع وبعضهم يقول ضعيف جدا. والحديث بالجملة منكر غير متفق على اسناده فلا يلتفت اليه، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه عند اهل العلم من قوله الرسول بقى في الاحاديث بقى يقول ايه بغضت الي الاصنام، يعني نشأ كده وكان في قلبه شدة البغض للاصنام. طب لما لم ينهى عن الاصنام قبل البعثة؟ لانه لم يؤمر بالنهي عنه، لم يأتيه طلب من الله ان يأمر الناس بالنهي عنه، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف، ولم يكن هناك تكليف لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، ولما جاء التكليف كسرها صلى الله عليه وسلم واهانها وفعل بها الافاعيل صلى الله عليه وآله وسلم، من قوله بغضت إلي الأصنام. وقوله في الحديث الآخر الذي روته أم أيمن حين كلمه عمه وآله في حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه بعد كراهته لذلك فخرج معهم ورجع مرعوبا. عمه لاحظ، عمه أبي طالب، أن كل عيد متعلق بالأصنام سيدنا رسول الله ما يحضروش وما يخرجش معهم فيه، فقال يا ابن اخي قومك يظنون انك تناقضهم فيما هم فيه، اخرج معنا حتى ولو لم تفعل ما يفعلون، ولكن احذر فقط حتى يروك في جماعتهم فلا يظنون بك الشذوذ وانك خارج عن اجماعه. وظل يلح عليه حتى خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير، فلما دنا منهم يقول ايه هنا بقى فخرج معهم ورجع مرعوبا فقال كلما دنوت منها من صنم تمثل لي شخص ابيض طويل يصيح بي وراءك لا تمسه وراءك لا تمسه. يبقى الملأ الاعلى بيربيه، الملائكة بتربيه، والله سبحانه وتعالى يفهمه حتى لا يأتي يوم من الايام عندما يبعث ويقول لهم انما الهكم اله واحد فيقولون له لقد كنت تعبد الاصنام معنا فلما تركتها، يعيرونه بذلك ولم يعيره احد بذلك قط، دليل على انهم على انه لم يفعل ذلك قط صلى الله عليه وسلم. فما شهد بعد لهم عيدا. وقوله في قصه بحيره، وقصه بحيره الراوي كان عنده 12 سنه لما كان سافر مع عمه ابي طالب الى الشام، وبحيره وجد ان كل شجر يعدي عليها الركب ده يجد الشجر يسجد، فقال ده الركب ده بقى فيه واحد اكيد هو نبي هذه الامه، لانه عارف ان نبي هذه الامه هيبعث في قريش، وعارف ان الركب ده جاي من قريش، وبيشوفهم رايحين جايين عليه على مدى عشرات السنين وهو مقيم في هذه الصومعه. ولكن وجد امرا غريبا في هذه المره، وجد سحابه تظلل الركب اكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو في الركب، ثم لما جلس تحت شجره وجد فروع الشجرة تميل عليه صلى الله عليه وسلم فتحول الظل عليه صلى الله عليه وسلم. فلما عزمهم وطلب أن يقابلهم وتعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبي صغير، ثم أراد أن يختبره فقال له بحيرة
وفي قصة بحيرة حين استخلف النبي صلى الله حين استحلف النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قابله قال له ايه؟ باللات والعزى لا تكذبني في اي سؤال اسألكه، من ابوك وممن انت ومن اين انت، وقعد يسأله اسئلة. فلما قال له باللات والعزى هو بيختبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني بهما، فوالله ما ابغضت شيئا قط بغضهما. ده كان عنده لسه 12 سنة. لا تسألني بهما فوالله ما ابغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة فبالله الا ما اخبرتني عما اسألك عنه. فاول ما استحلفه بالله قال له سلني عما بدلك. وكذلك المعروف من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وتوفيق الله له أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج، فكان يقف هو بعرفة لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. يعني من توفيق نبينا أن الحج الذي كان يحجه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم مع قومه، كانت قريش تسمي نفسها الحمص، الحمص يعني المتحمسين للدين المتمسكين بالحرم، فكانوا يقولون لا نخرج الى عرفة في الحج لاننا اهل الحرم، فاذا خرج الناس الى عرفة لان عرفة خارج حدود الحرم، حدود الحرم عند حد مزدلف، فكانوا يروحوا ماشيين مع الحجاج لحد مزدلف ويسيبوا بقية القبائل تروح تركة مزدلفة وتروح على عرفة يقفوا يكملوا هناك، وهم يقولك احنا ما نتركش الحرم، احنا اهل الحرم ازاي نتركه، اسمهم الحمص من التحمس يعني لايه للحرم. وكان سيدنا رسول الله من الحمص يعني من قريش، فكان يترك قريش ويقف مع الناس، ما يقفش في مزدلفة، يقف مع الناس في عرفة. يبقى ده من توفيق الله، ما كانش شريعة سيدنا موسى مدونة علشان نقول ده رجع ليها ورجع للأصول القديمة عشان يحافظ عليها، ده توفيق الله له. فكان يقف مع الناس في عرفة حتى يصح حج النبي صلى الله عليه وسلم على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، مخالفا لقومه، وقومه كانوا على خلاف ذلك وعلى اعتقاد خلاف ذلك. وعلشان كده الآية قالت ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس، الناس اللي هم الناس غير قريش غير الحمص يعني من عرب. الآية بتقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، واخد بالك؟ من حيث افاض الناس يعني الناس غير قريش، لان قريش ما كانتش بتفيض من عرفة، كانت بتفيض منين؟ تفيض من مزدلف، تروح متحركة قاعدة في مزدلفة وقت عرفة، وبعد عرفة الإفاضة بتاعتهم من مزدلفة على منى. فربنا سبحانه وتعالى قال إيه في الآية؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني تروحوا عرفة وتفيضوا من حيث من مكان ما أفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة في طريقكم إلى منى. على النسك المعلوم الآن. الفصل الثالث، كده انتهينا من الفصل الثاني الذي بحث فيه المصنف ورد أدلة من أنكر عصمة نبينا عن الكفر والشرك والشقاق قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. ثم الآن يبحث في الفصل الثالث عن عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، إذا اجتهد في أمور الدين وكذلك في علمه صلى الله عليه وسلم بأمور الدنيا المتعلقة بالدين كالمعاملات المتعلقة بالدين، وكذلك عصمة نبينا في الأمور الغيبية التي يعلمها عن الله من علم الملكوت الأعلى وعلم علامات القيامة والجنة والنار وأحوال أهل النار وأحوال أهل القبور وغير ذلك مما لا يراه الناس. يبحث هذا الفصل في عصمة النبي في هذا الجانب، فيقول قال القاضي أبو الفضل وفقه الله، اللي هو القاضي عياض، يعني كأن الكاتب بينسب الكلام للمصنف، قد بان بما قدمناه يعني بما قدمناه من الفصلين السابقين عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان، أي اعتقاد، عقود يعني ما اعتقد القلب اعتقادا جازما، عقود الأنبياء في التوحيد أي في توحيد الله عز وجل والإيمان والوحي، وعصمتهم في ذلك على ما بيناه أي قبل البعثة وبعده. ده معنى الكلام ده في الفصلين السابقين. فأما ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم أي اعتقاد قلوبهم من غير بقى الإيمان والتوحيد، لأن الإنسان بيبقى في قلبه معلومات أخرى غير العلم بالله، في معلومات بأمور الدنيا
طيب معلومات الانبياء التي انعقدت في قلوبهم المتعلقة بامور الدنيا، هل ايضا هم معصومون فيها ولا ممكن يغيب عنهم بعض الاشياء او يعتقدوا في اشياء من امور الدنيا على خلاف ما هي عليه؟ هل يجوز فيهم ذلك ام لا؟ هو ده مكان مبحث هذا الفصل في غير الايمان بالله عز وجل وفي غير التوحيد. فقلوبهم فجماعها، عقود قلوبهم جماعها يعني مجموعها، انها مملوءة علما ويقينا على الجملة. في فرق بين كلمة العلم، العلم والجهل. العلم هو عكس الجهل، فهم. الجهل هو عدم معرفة الشيء، والجهل نوعان، جهل بسيط هو عدم معرفة الشيء مع العلم بعدم معرفة الشيء. يعني واحد يبقى جاهل وعارف انه جاهل، ده بسيط. وفي جهل مركب، يبقى مش عارف انه، يبقى مش عارف الحاجة ومش عارف انه مش عارف. فهمت ازاي؟ يبقى مش فاهم، مش فاهم ومش فاهم انه مش فاهم، ده اسمه جاهل مركب. زي ناس كتير تفتي بغير علم وتظن ان عندها علم وهو ما عندوش علم وما يعرفش انه ما عندوش علم، فيضر نفسه. ده يسموه جهل مركب، لانه جاهل ومش عارف انه جاهل. الجهل البسيط ده بسيط، لانه هتعرف انك جاهل فتحتفل. انما اللي جاهل جهل مركب ده مشكلة، مش هيروح يسأل اصلا، لانه يظن في نفسه انه عالم. زي اليهود والنصارى، جهلهم جهل مركب، يعتقدون خلاف الواقع ويعتقدون انهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فهمت ازاي؟ انما الكافر كفر بسيط، ده يقول لك انا ما اعرفش حاجه. تسال واحد من اوروبا مثلا، يعني انت اعتقادك ايه؟ يقول لك ما بعتقدش في حاجه. ليه؟ ما اعرفش، ما بقراش. يقول لك اي بليف ناثينج، يعني ولا حاجه. بيقول لنا في المؤتمرات الدكاتره دول، نسالهم نقول له دينك ايه؟ يقول لك اي بليف ناثينج، يعني ولا حاجه، ملوش دين. مع ان هو متايد مسيحي، يقول لك بس انا ما بروحش الكنيسه، انا اي بليف ناثينج. يبقى ده بسيط، ده لما تيجي تعرض عليه أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل القرآن ومعجزات القرآن بيسلم على طول، لأنه جاهل ومش وعارف أنه جاهل. فأول ما ينبهر كده بمعنى آية من آيات القرآن ويعرف أن قالها النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، وما كانش حد يعرف المعلومات الغيبية دي، زي ما بيقول الدكتور زغلول النجار لما كان يعرض معجزات العلمية في القرآن والمعارف العلميه في القران للناس في المؤتمرات العلميه الاوروبيه والامريكيه، وكان الناس يدخلوا في دين الله افواجا بعد ذلك، لانهم جهلهم جهل بسيط. انما اقعد انت هنا في الكنيسه مع الاساوسه بتوع مصر، لان جهلهم جهل مركب. لو قعدت معاهم للصبح هم كفار كفار، لانه قافل مخ، جهله جهل مركب، لانه جاهل ويظن انه عالم. فلما تيجي تقول له اي معلومة هو قافل، لانه متشبع. لما يبقى الكوباية مليانة تعرف تحط فيها حاجة؟ ده الجاهل جهل مركب، قلبه مليان جهل وما فيش استعداد يحط علم جديد. انما اللي جهله بسيط، كوباية فاضية حط فيها اللي انت عايزه تستوعب. فهمت؟ فالنصارى الشرقيين معلوم عنهم هذا، لو تقعد تكلمهم ليل نهار معقودة قلوبهم على الجهل. كويس؟ العلم بقى، العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. يبقى الواحد عنده في قلبه اعتقاد جازم، وهذا الاعتقاد مطابق للواقع وعن دليل. يعني زي المسلمين، اصغر طفل في المسلمين عنده هذا العلم. تقول له من خلقك؟ يقول لك الله. من هو الله؟ يقول لك هو احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واخد بالك؟ يبقى هو عارف ان اللي خلقه الله، يبقى ده اعتقاد جازم مطابق للواقع. ايه هو الدليل؟ انه احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فاصغر طفل من الاطفال المسلمين عنده هذا العلم اليقين. واخد بالك؟ انما الكفار ما عندهمش هذا العلم. فالعلم لازم يتوفر فيه الشروط ده، انه يكون اعتقاد جازم يعني غير قابل للشك، مطابق للواقع، يعني يكون اعتقاد جازم ومطابق للواقع للحقيقة،
لان النصارى يعتقدون ان المسيح اعتقاد جازم ان المسيح اله، لكن هذا غير مطابق للواقع. سيدنا المسيح عبد الله ورسول مش اله، فيبقى الاعتقاد بتاعهم ده مش علم، لانه هو جازم صحيح عندهم لكنه غير مطابق للواقع. واضح؟ يبقى لازم علشان يبقى علم لازم اعتقاد جازم ويكون مطابق للواقع، ويكون ايه كمان؟ عن دليل، لان لم يكن هناك دليل يبقى تقليد، يبقى اسمه مقلد. هذا ما وجدنا عليه يا ابا قلت. فهمت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وسائر الانبياء قلوبهم مملوءه علما، اي اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل تفصيلا. واضح؟ ادي معنى العلم. اما يقول لك قلوبهم كلها علم، وهذا العلم في قلوب الانبياء علم مكتسب من الله، ليس علم ذاتي ولكن علم مكتسب. لان الفرق بين علم النبي والعالم وعلم الله حاجتين اساسيتين لازم تعرفهم. نقول ان رسول الله عالم والله عالم، عالم الغيب والشهادة، فالله عالم سبحانه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالم. فما الفرق؟ الفرق ان علم النبي وعلم سائر الخلق علم مكتسب مش علم ذاتي. يعني كان لو سبته لذاته كده يطلع مش عارف، لكن لازم يعلمه الله، مش علم ذاتي، علم مكتسب يسبقه جهل عدم علم، فيأتي الاكتساب اما بالادلة والبحث والدراسة او من الله نور يقذفه في قلب المؤمن. واخد بالك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية يبقى انه العلم علم غير ذاتي وانه يسبقه جهل، انما علم الله علم ذاتي. الله سبحانه وتعالى من صفات الذات انها ذات عالمة، فالله سبحانه وتعالى عالم علم ذاتي، ما مش حد اعلمه غيره سبحانه. وعلم الله علم كشفي لم يسبقه جهل. واضح؟ يبقى علم الله علم كشفي لا يسبقه جهل، وانه ذاتي غير مكتسب. اما علم غير الله علم مكتسب، اي ليس بذاتي، وانه يسبقه جهل. واضح؟ ولذا فرقوا بين العلم والمعرفة، بعض العلماء فرق بين العلم والمعرفة، فيقال ان الله عالم ولا يقال ان الله عارف، لان المعرفة يسبقها جهل والعلم قد وقد. العلم قد يسبقه جهل وقد لا يسبقه جهل، فاذا نسب الى الله اردنا العلم الذي لا يسبقه جهل. اما المعرفة فمعناها انه سبقها عدم معرفة، فلا يليق ان تقول الله عارف ولكن تقول الله عالم. واضح؟ فلذا ميزوا بين العلم والمعرفة من هذه الجهة. وبعض العلماء الاخرين قالوا ان العلم والمعرفة مترادفان لا فرق بينهما اذا نسبوا للمخلوق، ولكن يفرق بينهما في الخالق، فلا يليق ان يوصف بالمعرفة ويوصف بالعلم سبحانه، حيث انه وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالمعرفة. يبقى احتوت قلوب الانبياء، يعني اشتملت من المعرفة والعلم بامور الدين والدنيا ما لا شيء فوقه. يعني ما فيش بعد كده بالنسبة للبشر لان هم بشر. فقلوب الانبياء من حيث العلم والمعرفة وما اجتمع فيها من العلم والمعرفة يفوق بشر زمان كل نبي. يبقى كل نبي اوتي العلم الذي يكفي على قدر الامة التي بعث اليها والعصر الذي بعث فيه. فلما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث لكل الامم ولكل العصور، فهو اجمعهم علما واكثرهم علما وفهما صلى الله عليه وسلم، لان كل نبي بعث واوتي من العلم بقدر امته التي بعث فيها وبقدر عصره الذي بعث فيه. فلما كان نبينا نبي كل عصر ونبي كل الامم، فكان علمه يشمل علم كل الامم وعلم كل العصور، فهو اعلم خلق الله على الاطلاق صلى الله عليه واله وسلم. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في البيان في الحديث، حيث قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي: رايت ربي في المنام في احسن صوره،
فسألني فيما يختلف الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف. وقال الله في القرآن: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتجلى الله على نبينا بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم. واضح؟ فيبقى علم نبينا من هذه الجهة أكثر البشر، بل أكثر ما خلق في الأكوان علما بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد علم النبي بعلم الله بقى، وعلم الله يختلف تماما عن علم النبي. فعلم النبي على سعته إذا ما قرن بعلم الله كطائر اغترف بمنقاره من بحر فلا ينقص البحر شيئا. علم الله لا ينتهي، علم الله كشفي سبحانه وتعالى، يشمل كل العصور وكل الاحتمالات وكل ما لم يكن إذا كان كيف يكون. فهذا هو علم الله سبحانه وتعالى. أما علم نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما قرن بعلوم المخلوقين فهو أعلمهم، وإذا ما قرن بعلم الله فهو قطرة من بحر صلى الله عليه وآله وسلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. شوف الأرض فيها شجر قد إيه، لو كل الشجر ده أقلام، واخد بالك؟ والبحر مداد، ومش كده وبس، وبيمد البحر سبعة أبحر عشان تنفذ كلمات ربك ما تنفذش. يبقى كلمات الله علم الله علم واسع لا ينتهي سبحانه. يبقى احتوت قلوب الأنبياء من المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا ما لا شيء فوقه، يعني بالنسبة للبشر. ومن طالع الأخبار واعتنى بالحديث النبوي، يعني دراية ورواية، وتأمل ما قلناه يعني فيما سبق في هذا الكتاب، وجده يعني وجده محققا. وقد قدمنا منه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في الباب الرابع أول قسم من أول قسم من هذا الكتاب اللي هو الخاص بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تشك بمعجزات النبي الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبار لا يعلمها أحد من الخلق على الإطلاق إلا هو صلى الله عليه وسلم. فاجأ البشرية جميعها إلى يومنا هذا بمعلومات مهما فكنا رموزها كل عصر بيجد فيها مدد جديد. كل ده من علم نبينا، بل هو قطرة من بحر علم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو قطرة من علم الله سبحانه وتعالى. وجده وقد قدمنا منه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في الباب الرابع أول قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه، يعني ما جاء بعده. إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف، أحوال الأنبياء بقى تختلف، كل نبي على قدر عصره وأمته. فنبينا أوسعهم، لأن كل هو نبي كل عصر ونبي كل الأمم صلى الله عليه وسلم. فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا، لو كان بقى أمر دنيوي بحت، أمر دنيوي بحت ملوش تعلق بأمور الدين من معاملات وغيرها، هل لازم كمان يبقى يعرفها على واقعها ولا ممكن يخفى عنها بعضها؟ هو ده بقى اللي فيه المبحث. يعني أمور متعلقة بأمور الدنيا فقط، واخد بالك؟ هي دي بقى المبحث. إنما أمور الدنيا المتعلقة بالإخبار عن الـ عن الـ عن المعاملات مثلا تصلح بها حياة الناس او تعبد الله بها الناس لا يخفى عليهم فيها خطية. ولكن امور الدنيا الخاصة بقى باهل الدنيا الدقيقة، زي مثلا المكنة دي بتشتغل بالطريقة الفلانية، لازم تدوس على الزرار الفلاني علشان الكتالوج بيقول كذا والدائرة بتاعتها كذا، الحاجات التفاصيل المتعلقة بامور دنيوية بحتة، هل لازم كمان يبقوا عارفينها على التفصيل ولا ممكن يغيب عنها بعضها؟ هو ده المدح، فاهم؟ فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضه. يبقى مش شرط، يعني ممكن يبقى في نبي من الأنبياء ما يعرفش مثلا ان في بلد مثلا اسمها زنزبار مثلا،
او ان في جزيرة مثلا في اخر الدنيا اسمها مثلا نيكاراغوا، مش شرط، تفرقش يعني، عدم العلم بها ومعرفتها ما تفرقش كتير، فهمت ازاي؟ دي ما تفرقش كتير. زي ما الغراء الهدهد قال سيدنا سليمان وقال له ايه، لقد جئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت قومها يسجدون للشمس من دون الله، واخد بالك ازاي؟ احط بما لم تحط به، يعني احط، يعني شفت حاجة انت مش واخد بالك منها في تفاصيل ايه البلاد، وده خنيق البلاد، فمش شرط ما يعيش سيدنا سليمان، فهمت؟ وزي برضه لما سيدنا موسى قابل الخضر وقال ايه، على ان تعلمني مما علمت رشدا، يعني ممكن يغيب عليه بعض المعلومات اللي مش متعلقة بايه بتبلغها للناس، ما يضرش دي، ما يضرش فيها. فلا يشترط في حق الانبياء العصمة من عدم معرفة الانبياء ببعضها، خلافا للشيعة، الشيعة يعتقدون ان الانبياء ومن كان على قدم الانبياء من آل البيت معصومون حتى في معرفة تفاصيل الدنيا، باعتقاد الشيعة، انما اهل السنة لا يكلفون الانبياء والاولياء ما لا يطيقونه، لان ممكن تفاصيل امور في الدنيا ما تكونش تفيد الانبياء في شيء، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعصم قلبهم عن الانشغال بمثلها، الانشغال قلبهم بما هو اهم، فلا يضر. فلا يشترط في حق الانبياء العصمة من عدم معرفة الانبياء ببعضها، خد بالك مش بكلها، لان لازم النبي يبقى عنده معلومات كلية عشان يفيد الناس اللي هو مبعوث ليهم، معلومة كلية متعلقة بكليات الامور اللي الناس منشغلة فيها، لازم يبقى عنده معلومة كلية لكن تفصيلية، وعشان كده ببعضها، اي ببعض تفاصيلها ممكن تغيب عنه، ما يضرش، لان التفاصيل دي لا تؤثر على ايه، على الرسالة التي نيطت اليهم بتبليغها، او اعتقادها على خلاف ما هي عليه، ولا وصم عليهم فيه، يعني ولا عيب عليهم في ذلك ان غاب عنهم اشياء لا تؤثر على رسالتهم، الوصم اللي هو العيب، اذ هممهم متعلقة بالاخرة وانبائها، لان كل همهم متعلق بامور الاخرة واخبار الاخرة وامر الشريعة وامور الشريعة وقوانينها، والقانون هو ايه، هو عبارة عن قاعدة كلية يندرج تحتها امور تفصيلية، دي كلمة قانون قاعدة كلية يندرج تحتها تفاصيل كثيرة، وامور الدنيا تضاد امور الاخرة، فهم مشغولون بامور الاخرة وامور الشريعة وما نيط اليهم بتبليغ ذلك الى الناس، فقد يغيب عليهم بعض تفاصيل امور الدنيا التي انشغل اهل الدنيا به، بخلاف غيرهم من اهل الدنيا، بخلاف غير الانبياء وكذلك الاولياء ومن كانوا على قدم الانبياء العارفين والعلماء، بخلاف غيرهم من اهل الدنيا الذين يعلمون، اهل الدنيا من الفجار الكفار الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون، يبقى ما يقول لك الاية دي ما تحطهاش في المسلمين العصاة، دي بتوصف الكفار، لان منهج الخوارج ان يأتي بالايات التي وصفت الكفار ويوصف بها المسلمين العصاة ويستنتج منها تكفير المسلم العاصي، خدت بالك؟ ده منهج الخوارج، وعلشان كده سيدنا علي بن ابي طالب قال لما قاتلهم وقتل منهم 10,000 اللي هم سموهم الحرورية، قال ايه، لقد عمدوا الى ايات في كتاب الله نزلت في الكفار فاعملوها في المسلمين فكفروا الصحابة، في اكتر من ان الخوارج كفروا الصحابة، خدت بالك؟ فالآية دي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومن الآخرة هم غافلون، الآية دي نازلة في مين؟ في الكفار، فما تقولهاش بقى لواحد مسلم عاصي توصف بيها، لأن المسلم مهما كان عاصي مش غافل عن الآخرة، لأنه يعلم أن الله حق وأن الرسول حق وأن القرآن كلام الله وأن هناك في بعث بعد الموت وأن في جنة وفي حساب وفي صراط وفي ميزان، عارف كل الحاجات دي، حتى لو كان أظلم خلق الله وهو مسلم عارف الحاجات دي، يبقى مش غافل عن الآخرة، لكنه كونه عاصي دي مسألة تانية بقى بينه وبين ربه، بقى يحاسبه يعاقبه يتوب في آخر لحظة
يسامحوا، دي حاجه بقى بينهم من رب، واحنا مش هنبقى حكام على الناس. بخلاف غيرهم من اهل الدنيا اللي هم ايه يعني، الذين يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ومن الاخره هم غافلون، يعني من الكفار والفجره، كما سنبين هذا في الباب الثاني ان شاء الله تعالى. ولكنه لا يقال انهم لا يعلمون شيئا من امر الدنيا، فان ذلك يؤدي للغفله. لو قلت ان الانبياء ما يعرفوش حاجه عن امر الدنيا، دول نبراسين للاخره بس، تبقى انت نسبتهم الى الغفله والى البلاده والبلاهه. واحنا قايلين ان يجب الاعتقاد في الانبياء اربع صفات، اللي هي ايه؟ الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. فاكرهم زمان لما قلناهم؟ لازم تعتقد في الانبياء الصدق والامانه والتبليغ والفطانه، وتعتقد ايضا استحاله وجود عكس هذه الصفات، فتعتقد استحاله ان يكون النبي كذابا ضد الصدق، وان يكون النبي خائنا ضد الامانه، وان يكون النبي غبيا ضد الفطانه، وان يكون النبي كاتما لشرع الله او بعض شرع الله، وهذا ضد التبليغ. يبقى لازم تعتقد في الانبياء ثمان صفات، أربعة واجبة وأربعة مستحيلة والتسعة ممكنة. قلناها دي قبل كده، شرحناها كتير، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وتعتقد خلاف استحالة خلافهم، يبقى دي ثمانية. فلو قلت إن الأنبياء لا يعلمون شيئا عن أمور دنياهم، يبقى أنت نسبتهم إلى البلاهة والبلادة والغباوة، وده ضد الفطانة. فهمت؟ يبقى لازم يعلمون في امور دنيا متعلقة بالشريعة، لازم يعلموها على سبيل الكمال، وامور الدنيا التي ليست على من جهة الشريعة يعلمون منها بقدر صلاح دنياهم وبقدر توجيه اتباعه. فهمت ازاي؟ فده نقطة مهمة. فلا يقال انهم لا يعلمون شيئا من امر الدنيا، فان ذلك يؤدي الى الغفلة والبله، وهم المنزهون عنه، لان ضد الفطانة. بل قد ارسلوا الى اهل الدنيا وقلدوا سياستهم. ده ربنا ارسلهم لاهل الدنيا وعلشان يقودوا اهل الدنيا، فازاي هم ما يعلمون شيئا في حياة الدنيا وهم هيقودوهم؟ هيخدوهم يودوهم في داهيه لو ما يعرفوش، وهم مستحيل ان يودوهم في داهيه، فهيودوهم لكل خير. وقلدوا سياستهم، يعني حفظ اموالهم وامرهم ونهيهم واعراضهم وما يصلحهم، بالقهر والغلبه، لان السياسه معناها القياده مع القهر والغلبه. بخلاف الفتيه، الفتيه انك انت تنصح واحد لكن ما تقدرش تقهره على ما تامره عليه، يبقى اسمك انت بتنصح. واحد استفتاك في حاجه غير امر القاضي، القاضي يحكم، يبقى ايه؟ يبقى يملك التنفيذ القهري، ده القاضي، والقاضي نائب عن الحاكم. يبقى الحاكم اللي هو بيتقلد السياسه يقود الناس بالقهر والغلبه الى ما يصلحهم. وكذلك الانبياء قلدوا سياسه الناس بالقهر والغلبه الى ما يصلحهم، ولكن لحلاوه أخلاق الأنبياء قادوا الناس إلى ما يصلحهم مع إمكانهم على القهر والغلبة بالمحبة والرأفة والشفقة. واضح؟ وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم. وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية، لازم بقى مش معقول ما يعرفوش بالكلية. وأحوال الأنبياء وسيرهم في هذا الباب معلومة، ومعرفتهم بذلك كله مشهورة. وأما إن كان هذا العقد، يعني الاعتقاد، مما يتعلق بالدين، يعني من أمور الدنيا المتعلقة بالدين من بيع وشراء وعقود ونكاح وزواج وميراث وغير ذلك، فدي أمور برضو متعلقة بالدنيا وبالدين في آن واحد، فدي يعلمونها على الوجه الأكمل بقى، يستحيل أنها يغيب عنهم فيها خطية. واضح؟ فلا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم به،
ولا يجوز عليه جهله جملة، لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك إما عن وحي، فإذا حصل له العلم بأمور الدنيا المتعلقة بالشريعة إما عن وحي فلا يأتيه فيه جهل أصلا، لأن الوحي ضد الجهل أصلا، فهو وحي من الله فهو ما لا يصح الشك فيه منه على ما قدمنا. فكيف الجهل؟ لأن الشك أدون من الجهل، الجهل لا شيء، إنما الشك في حاجة بس أنت مش متأكد منه. بل حصل له العلم اليقين به عن طريق الوحي أو يكون عن طريق الاجتهاد، يبقى هو في أمور الدنيا المتعلقة بالدين لازم النبي يكون عارفها ولا يشك فيها لحظة. ومعرفة النبي لها إما عن طريق الوحي والوحي لا يأتيه شك لحظة، أو عن طريق الاجتهاد، يعني أنه يجتهد النبي، يعني يبذل وسعه في النظر فيما عنده من أدلة من وحي سابق، ويقيس الأمور التي طرأت على أمور سابقة تندرج تحت قواعد كلية ويستنبط منها حكم الله عز وجل، إما بالترجيح أو للقياس أو للاستنباط بأي طريقة من طرق الاجتهاد، خدت بالك؟ أو يكون فعل ذلك باجتهاده، يا إما بوحي يا إما باجتهاد. واضح؟ عرفت الاجتهاد هو بذل الوسع لمعرفة المقصود، فإن كان اجتهاد في الدين فالمقصود هو معرفة حكم الله في المسألة، ومعرفة حكم الله في المسألة المستحدثة إما إنك أنت تنظر إلى الأدلة مجتمعة أو بعض الأدلة منفصلة أو القواعد العامة وما يندرج تحتها، وإن رأى لك عدة أدلة أو علل تنظر لعلة موجودة في حكم سابق فتلحقها بها يسموه قياس، أو تستنبطها من أمر آخر كلي بغير قياس، أو يكون فيها أدلة متضاربة فيضطر المجتهد أنه يرجح بينها، يبقى دي وسائل الترجيح اللي في ايد المجتهد، فانه يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول المحققين. هي المسألة اصلا هل يجوز للانبياء الاجتهاد ولا الانبياء لا يجوز في حقهم الاجتهاد؟ الاجتهاد ده في العلماء بس، لان العلماء بيلجأوا للاجتهاد لانهم لا يوحى اليهم فبيضطروا يقعدوا يجتهد، لكن الانبياء ممكن يكونوا مش محتاجين الاجتهاد لان الوحي هينزل يقول لهم اعمل كذا، المساله كذا حلها. فاختلف علماء الاصول هل الانبياء يجوز في حقهم الاجتهاد او لا يجوز في حقهم الاجتهاد على قولين. قول قال انه لا يجوز في حق الانبياء الاجتهاد، وهذا مرجوح، وقول راجح وهو قول الجمهور انه يجوز في حق الانبياء الاجتهاد لتدريب الناس عليه اولا، ولأن الاجتهاد أمر مأمور به، فكيف يأمرون الناس بأمر لا يفعلونه هم أصلا؟ واضح؟ ولكن إذا جوزنا وقوع الاجتهاد من الأنبياء، فالاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر، فهو متابع على كل حال. فإذا وقع الاجتهاد من النبي فهل يحتمل أن يخطئ النبي في الاجتهاد ولا لازم يكون صواب على طول؟ اختلفوا في الايه؟ في من في القول القائل بجواز وقوع الاجتهاد من الانبياء اختلف على رأيين في هذه المسألة. فان وقع الاجتهاد، القائلين بجواز وقوع الاجتهاد قالوا فان وقع الاجتهاد هل يكون اجتهاده صواب على طول ولا ممكن يحدث خطأ فيه في المسألة؟ قالوا ان الاجتهاد صواب على طول ولا يحتمل وقوع الخطأ فيه لعصمتهم، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وإن كان ليس عليه الجمهور، هو قول الأشعري والبقلاني وغيرهم، ولكن جمهور العلماء على جواز وقوع غير الصواب في اجتهاد الأنبياء في بعض الفروع، مع عدم إقرارهم على ذلك بإتيان الوحي مخالفا لما وصلوا إليه حتى يعلمهم بذلك. واضح؟ ده الرأي الثاني، رأي دي مسائل أصولية دمها تقيل ولا نقولها؟ طيب معلش مهمة، لأن في ناس في الأصول للأسف اللي هم تدرجوا في المسألة دي وقال لك بجواز وقوع الخطأ في اجتهاد الأنبياء، جوزوا وقوع الخطأ في اجتهاد نبينا صلى الله عليه وسلم، وقعدوا بقى نسبوا بعض أشياء لا تليق في نبينا صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في واقع يعني وحشه.
منيلة بنيلة. طيب في رأيين كمان في ايه، في رأي المجتهد، هل هو صواب على طول؟ يعني هل المجتهد مصيب على طول على القول بأن الحق لا، الحق يتعدد، ولا أن المجتهد قد لا يصيب على القول بأن الحق واحد ولكن موجود غير معين؟ فهمت نقطة الخلاف؟ نقولها تاني، لما يجتهد الإنسان المجتهد العالم المجتهد، هنقول العالم المجتهد مش هنقول النبي، عشان لو قلنا بعض الألفاظ يبقى طليق اننا نصف بها العالم، لان في الفاظ ما يليقش اننا نقولها في حق النبي. اذا اجتهد العالم، هل كل ما يصل اليه يكون صواب على اعتقاد ان الحق متعدد وان الله تعبدنا بهذا وذاك وذاك وهذا؟ يبقى كل مجتهد مصيب على 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 هذا الاساس، ولا الحق واحد بس لكنه غير متعين مغفور لمن لم يصل اليه لبذل الوسع؟ فهمت المساله؟ رايين برضه، في ناس قالوا ان الحق، وفي الحقيقه بقى هقول لك الحقيقه ان هي ان الرايين دول هو راي واحد لكن كل واحد بينظر من جهه، هقول لك جهه النظر مختلفه. قالوا ان الحق متعدد فالمجتهد مصيب على كل حال، لا يخطئ، مفيش احتمال الخطأ عند المجتهد، لأن الله سبحانه وتعالى يتعبدنا بما يصل إليه المجتهد من حكم، وده مراد الله من عباده خلاص، وربنا ما يريدش من عباده الخطأ. فإذا تعبدنا الله باجتهاد مجتهد حيث يستنبط لنا حكم الله، لا يمكن أن يستنبط حكم الله ويكون حكم الله هذا خطأ ويتعبد الله عباده به، والله تعبدنا بالاجتهاد فيستحيل انه يتعبدنا بشيء خطأ. فهمت وجهة النظر؟ اللي هو يقولك ان كل مجتهد لازم يبقى مصيب لانه الاجتهاد هو شرع الله وفيه حكم الله، ويستحيل الا يصل الى حكم الله ويخطئ ويتعبد الله عباده بخطأ. فهمت المسألة؟ فيبقى الحق متعدد لتعدد اختلاف وجهات النظر، والله يقبل ذلك من عباده، ما يدورش. فيبقى على القول ده يبقى نقول ان النبي لا يخطئ، خلاص بقى الحكاية سهلة، يبقى النبي اذا اجتهد لا يخطئ لان الحق متعدد وما يضرش. كويس. القول الثاني قال لك لا، ده الحق واحد لكنه غير متعين مغفور لمن لا يصل اليه، واخد بالك ازاي؟ ويثاب اجرين لمن وصل اليه. فاذا تعبدك الله على ما ليس هو الحق في الحقيقة فقد غفر لك ذلك لاجتهادك، فما يضرش، لكنه الحق واحد لكنه غير متعين، فاذا لم تصل اليه فمغفور لك عدم الوصول اليه لوزن البسط. واضح؟ هقول لك بقى ايه، ان الخلاف ده خلاف في الحقيقة، يعني خلاف مش معنوي، ده خلاف في الظاهر في اللفظ بس، لان في الحقيقة الحق واحد وفي الشريعة قد يتعدد. فهمت؟ دي الحقيقة، فالحق واحد في الحقيقة عند الله لكن في الشريعة قد يتعدد. واضح؟ هنخليها اخطأ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، من اجتهد واصاب ومن اجتهد واخطا، خليها بلفظ النبي كده صلى الله عليه وسلم، اخطا. كويس، اجتهد واخطا، فهل خطا هذا، واخد بالك ازاي، اخطا يعني شريعه، يبقى يتعدد الحق في الشريعه، قد يتعبدنا الله شريعه في امر واحد بطرق مختلفه، زي تعدد الرؤيه في رمضان. هو مش رمضان شهر واحد؟ ممكن انت تصوم هنا وبلد تاني بعديك بيومين يصوم اول يوم، تعدد الحق اهو، وفي الحقيقة هو شهر واحد عند الله لكن في الشريعة تعدد البداية وتعددت النهاية. واضح؟ ومغفور دي ومغفور دي والحكاية بسيطة. فهمت؟ يبقى قد يتعدد في الشريعة وفي الحقيقة واحد، فمن قال ان الحق واحد
لا يتعدد نظر الى الحقيقة، ومن قال ان الحق يتعدد نظر الى الشريعة، فالاثنين مصيبين ما فيهاش حاجة. فهمت المسألة بقى؟ هنبتدي نقرأ كلام المصنف بعد ما فهمت التقسيمة دي. يبقى هل يجوز الاجتهاد للانبياء ام لا يجوز؟ قولين، قول قالوا يجوز، فان قلنا انه يجوز هل يقع الخطأ منهم ام هم معصومين؟ قول قال معصومون، فلا يقع الخطأ اصلا، حيث ان المجتهد لا يخطئ لان الحق قد يتعدد. وقول ثاني قالوا قد يقع ولكن لا يقرون عليه لان الوحي معهم، فان وقع من غيرهم بعد الوحي واخد بالك فمغفورا له، فهو يتعدد في الشريعة ويتحد في الحقيقة. فهمت المسألة بقى على بعضها؟ نيجي بقى نقرأ كلام المصنف. فإن وقع علم النبي بقى في المسألة الدنيوية دي عن طريق اجتهاد، هل برضه يبقى فيها العصمة ولا لا؟ هي دي المسألة. أو يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه، على القول بأن يجوز وقوع الاجتهاد من الايه؟ من الأنبياء في ذلك على قول المحققين. يبقى المحققين قالوا يجوز وقوع الاجتهاد من الأنبياء، وعلى مقتضى حديث أم سلمة اللي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية أم سلمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قايلة هي حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، خرجه الثقات. الرسول بيقول لهم في الأشياء التي لم ينزل فيها شيء أنا بقضي فيكم برأيي، واخد بالك إزاي؟ فمن قضيت له بحق ليس له فقد قضيت له بقطعة من النار فلا يستحلها. وفي رواية تانية ربما يكون أحدكم ألحن من أخيه بالقضية فأحكم له بها، فإن لم تكن له يعني في الحقيقة بتاعته فقد قضيت له بقطعة من النار. يبقى قضاء النبي لا يحل الحرام حتى بقضاء النبي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ ذمته. وقال الكلام ده في مين؟ في اتنين تخاصموا، اخين تخاصموا في ميراث قديم من الاجداد جايين له من اليمن، بيتخاصموا في ميراث من ايام اجدادهم، فعشان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم في هذه القضيه، فقال لهم انه ممكن يبقى واحد فيكم الحن بايه؟ بالقول من الثاني، فتبقى البينه معاه واضحه هم قديله، يبقى واحد لبق كده ومتعلم وكمان معاه حقوق، واخد تاني مسكين جاهل ما راحش المدرسه وشغال في الغيط مع ابوه طول عمره، يروح المحامي ده راجل بقى وجيه ويعرف يكلم القضاء ويعرف يرفع القضيه وبتاع، يروح واخد كل ميراث ابوه بالقضاء في ملكه. هل معنى كده ان بقى حلال لي؟ حرام برضه، حرام برضه حتى لو القضاء حكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربما يكون احدكم الحن من اخيه فاقضي له به، فان قضيت له قد قضيت له بقطعه من النار، انما انا اقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء. واضح؟ يبقى دل على ان النبي بيجتهد اهو، ده حديث سيدة ام سلمة، خرجه الثقات كأبي داود، الحديث ده ما رواه ابو داود في سننه. وكقصة اسرى بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم في اسرى بدر اجتهد واخذ رأي الصحابة، خذ رأي سيدنا ابو بكر بعد ما اسر 70 اسير من اسرى بدر من ايه؟ من اقطاب الكفار. سيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله اراهم انهم عشيرتك واهلك وكثير منهم سوف يدخلوا في الاسلام، نعطيهم الفرصه وناخذ منهم الفديه نستعملها في لنصره ديننا ونعطيهم الفرصه ربما يهديهم الله الى الاسلام. سيدنا عمر قال له لا يا رسول الله والله لناخذ منهم شيء، فانهم هم الذين اخرجونا واذونا وعذبونا واذوك واذوك، نقتلهم يا رسول الله كلهم. فسيدنا رسول الله لانه رحمه للعالمين مال الراي سيدنا ابي بكر لانه في الفرصه، فكان راي النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالفا لحكم الله في المساله في الشرائع السابقه. في الشرائع السابقه اول لقاء لنبي مع الكفار اللي كفروا بيه يقتلهم كلهم، في الشرائع السابقه كده
ما لم يبح لهم الايه الغنائم ولم يبح لهم الفداء. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض يقتلهم كلهم، ده في الشرائع السابقه، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خدش بالراي، اجتهاده بالشريعه السابقه، خد براي مين؟ سيدنا ابو بكر. لكن سيدنا عمر كان رايه موافق للشرائع السابقه، موافق لوحي الشرائع السابقه. في ناس مالت لرأي سيدنا أبو بكر حبا في المال، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وراحوا المدينة فقراء، فقالوا والله فرصة، كل واحد أثر أسير هياخد فدائه، يبقى معاه مبلغ حلو كده محترم يبتدي بيه حياته، ياخد له شقة على النيل، يجيب له عربية، يتصرف، يمشي حاله، يتجوز، يمشي حاله. فإيه فمالوا ليها في قلبهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وافق عليها ما مالش إليها من أجل دنيا، وافق لها لانها توافق طبيعته في الرحمه صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، هذا هو طبيعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الايات تبين حكم الله في المساله في الشرائع السابقه، ثم بينت بعد ذلك حكم الله في المساله انها مطابقه لاجتهاد النبي، واخد بالك؟ فيما ياتي من الامور، لولا كتاب من الله سبق، اي بحل الغنائم، لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. خدت بالك؟ فيبقى كان اجتهاد النبي هنا صحيح لم يكن مطابقا للشرائع السابقه، ولكنه كان مطابقا لشرع الله الذي لم ينزل بعد. فنزل شرع الله مطابقا لقول النبي، ولكن عاب الله على من قبلوا اختيار النبي من اجل الدنيا. لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم لمسكم فيما اخذتم وانتم متشوفين اليها من اجل الدنيا عذاب عظيم. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى لما نزلت هذه الايه وقال لقد عرض علي عذابكم، ولو نزل لما نجا الا عمر منكم يعني. وطبعا هو من باب اولى، فهمت؟ قال عذابكم، هو هينزل العذاب على سيدنا؟ ده هو اصلا جاء رحمه، على خلاف من اعتقد ان كان اجتهاد النبي هنا فيه خطا. لا مش خطا، فالتفصيل ده خد بالك منه، لان اسرى بدر القضيه دي في ناس كتير خطات النبي فيها، ولكن الواقع انه لم يخطئ بدليل كون الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق، اي بحل الغنائم وهو اختيار نبينا صلى الله عليه وسلم، لمسكم ايها الناس، مش هو، فيما اخذتم متشوفين اليه من اجل الدنيا عذاب عظيم. يبقى النبي بريء في المسألة دي خالص، فهمت ازاي؟ وكقصة اسرى بدر، والاذن ايضا للمتخلفين، لما الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاءه المعذرون من الاعراب فاذن لهم، اجتهد ولا اذن لهم ولا ما اذن لهمش، ما كانش لسه عنده امر من الله، فاجتهد واذن لهم. فنزلت الآيات تقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل هذه الآية فيها شميمة العتاب أن اجتهاده كان غير موافقا لمراد الله، ولا هي أصلا في الحقيقة فيها الدعاء من الله، يعني عافاك الله من كلامهم ومن أذاهم فيما أذنت لهم حتى يتبين لك، أي عفونا عنك في هذا حتى يتبين لك من شرعنا ان هؤلاء كان لابد ان تفضحهم، فهمت ازاي؟ يبقى النبي هنا حتى في الايات دي ما فيهاش فيها شميمة ايه الخطأ اللي هم يجيبوها في امثلة ما اجتهد فيه النبي واخطأ. علماء الاصول كاتبينها كده للأسف وفايت عليها، ولا يليق نسبة الخطأ للنبي صلى الله عليه وسلم. على رأي بعضهم، خد بالك عشان كده بيقول لك على رأي بعضهم، وهي في الحقيقة المسألة تدور بين الصحيح والأصح، أو بين الجائز وخلاف الأول، بين الجائز وخلاف الأول، مش بين الخطأ والصواب. المسألة ما تدورش بين خطأ وصواب، لا، ده بين خلاف الأول والجائز، أو بين الصحيح والأصح. فمسائل اجتهاد الأنبياء تدور بين الصحيح والأصح، أو بين الجائز وخلاف الأول، لا بين الخطأ والصواب، لأنهم معصومون من ذلك، واضح؟ على رأي بعضهم فلا يكون أيضا ما يعتقده مما يثمره اجتهاده إلا حقا وصحيحا، هذا هو الحق الذي لا يلتفت
الى خلاف من خالف فيه ممن اجاز عليه الخطأ في الاجتهاد، لا على القول بتصويب كل مجتهد، فانه ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة في القول الثاني اللي قالك ان كل مجتهد مصيب يعني على صواب في التفصيل اللي قلت لك في المقدمة، مش في قول قالك ان الحق يتعدد وكل مجتهد مصيب، فعلى القول ده ما فيهاش اشكال، انما القول اللي بيقولك ان الحق واحد، واخد بالك ازاي، هو ده اللي يأتي الاشكال فيه، هل بقى الحق واحد فان لم يصبه النبي يبقى اخطأ ولا لا، هي دي المسألة. فنقول لهم لا، هو الحق حتى على القول انه واحد، الا ان هي المسألة بتدور مش بين الحق والضلال، لا ده بين الصواب والاصل او بين الجائز وخلاف الاول، يعني هما ما دخلوش اصلا في منطقة الخطأ من الاصل. هذا هو الحق الذي لا يلتفت الى خلاف من خالف فيه ممن اجاز عليه الخطأ في الاجتهاد، لا على القول بتصويب المجتهدين الذي هو الحق والصواب عندنا. هو رأيه ان المجتهدين كلهم على صواب، ده رأي ايه القاضي عياض، وده اختيار على فكرة الاشعاري والبقلاني، ان المجتهدين كلهم على صواب ويريحوا نفسهم، واختاروا ابو يوسف ايضا، ابو يوسف اللي هو ايه قاضي القضاء الحنفي في العراق تلميذ ابي حنيفة، وكذلك محمد بن شريح القاضي، وكان بيقولوا ان مذهبه كان حنفي، وبعض الناس قالوا انه كان مجتهد من ضمن المجتهدين يعني غير مقلد لمذهب معين. ولا على القول الاخر بان الحق في طرف واحد وهو مذهب الجمهور ولكنه غير معين، ان الحق في طرف واحد لكنه غير معين، ده مذهب الجمهور. وانا قلت لك ان الخلاف لفظ، لان الجمهور نظر للحقيقة والطرف الاخر نظر للشريعة، واضح؟ لان في امور جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحقيقة والشريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في القرآن في الحديث النبوي قال لا يدخل احدكم الجنة بعمله كويس، قالوا حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته، فدل على ان الانسان لا يدخل الجنة بعمله. والقرآن يقول ايه، تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، الله ده يناقض، ده القرآن بيقول لك اورثتموها بما كنتم تعملون، وسيدنا رسول الله في الحديث الصحيح يقول لا يدخل احدكم الجنة بعمله. ايه الحل، ايه المشكل دي، نعمل فيها ايه دي؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحقيقة والشريعة، ففي الحقيقة لا يدخل احد الجنة بعمله، وبالشريعة يدخلها بعمله، واضح؟ يبقى القرآن يأتي بالشريعة احيانا فيحقق النبي الحقيقة، ويأتي القرآن احيانا بالحقيقة ويأتي النبي بالشريعة، واضح؟ ففي الحقيقة لا يدخل احد الجنة الا برحمة الله، حيث ان عمل العبد من رحمة الله وبتوفيق الله، والله خلقكم وما تعملون. فلما قال النبي لا يدخل احدكم الجنة بعمله الا ان يتغمده الله برحمته، نظر للحقيقة لمصدر العمل من الاصل وهو الله، ومصدر التوفيق الاصل هو الله، فيبقى الدخول من الله بالله وعلى الله وفي الله وبالله، انما السبب هو العمل، سبب الدخول هو العمل، والسبب لا قد يثمر بنتيجته وقد لا يثمر، لان السبب لا يفعل بذاته ولكن يفعل بالله، كالدواء لا يشفي بذاته ولكن باذن الله، فالعمل لا يدخل الجنة بذاته ولكن بتوفيق الله. فلما نظر النبي الى توفيق الله قال لا يدخل احدكم الجنة الا بالله، ولما نظر الله الى الشريعة التي شرعها لعباده والتكليف الذي كلف عباده بالعمل قال اورثتموها بما كنتم تعملون، فلا خلاف، هنا ينظر بمنظار الشريعة وهنا ينظر بمنظار الحقيقة ولا خلاف، فهمت؟ لعصمة النبي، ما ده في رأي تاني يقول لك ان الدخول بالرحمة والتمتع والدرجات بالايه بالعمل، برضو ده رأي صح صح، وهو اصلا برضو التمتع والدرجات بالعمل اللي هو من الرحمة، برحمة الله يعني، كلها برحمة الله.
يعني الاولى تقول كده ان دي حقيقه وشريعه. عايز تفصل اكتر فصل، ان تقول ان الدخول يكون برحمه الله والتمتع بايه بالعمل، يعني درجتك في الجنه على قدر عملك، لكن الدخول التاشيره الدخول دي برحمه الله. دخلوه ولا ما تدخلوش، دي الامر ده لسيدنا رضوان مالك ايه خازن الجنه، يقول له افتح له الباب وادخل ولا لا، ده برحمه الله. اول ما تدخل بقى هتقعد فين؟ هتقعد في وسط الجنه ولا في ربض الجنه ولا في الفردوس الاعلى؟ ما هي درجات. ولا هتاخد نص يا بحري ولا هتاخد نص يا ابلي ولا هتبص على النيل ولا على الكوثر ولا هتشوف فين؟ هتتمتع ازاي؟ كم قصر، كم بيت، كم خيمه، كم حور عين، كم زوجه، كم خدم؟ كل الحاجات دي التفاصيل دي بقى كلها بعملك على قدر اعمالك. فهمت ازاي؟ والله اعلم. لكن انت ما تيجي تنظر للامور برضو تقول ان الرسول قال ان المرء مع من احب. طب ما انت مع من احببت ده ممكن يكون عمله عالي قوي وانت عملك ضعيف، وربنا يخليك في درجته. دي رحمه الله بقى جوه. ومش كده وبس، قال والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. يعني لو حد من اجدادك والي كبير كده، ولا كنت منسب الى سيدنا رسول الله بالدم، او منسب الى رسول الله بالروح والاتباع والحب، واخد بالك ازاي؟ فهتبص تلاقي نفسك اتدرجت وبقيت معاهم، زي ما سيدنا رسول الله قال سلمان منا اهل البيت. خدت بالك؟ فهي المسائل كلها هو ده بقى عمل. عمل الحب، عمل لانه من اعمال القلوب. الحب عمل من اعمال القلوب. فهمت؟ فالمرء مع من احب لانه قلبه تعلق، وتعلق القلب ده عمل من اعمال القلوب. هنقعد كتير كده؟ لا، على القول الاخر بان الحق في طرف واحد يعني غير معين، لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ في الاجتهاد في الشرعيات، ولأن القول في تخطئة المجتهدين يعني على القول بأن المصيب واحد منهم لا بعينه، ده في قول تخطئة المجتهدين إن المصيب واحد لا بعينه يعني مش معين، إنما هو بعد استقرار الشرع ونظر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبل هذا فيما عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه. فاما ما لم يعقد عليه قلبه من امر النوازل الشرعيه، يعني قال لك ان اجتهاد النبي ده اصلا في امور ما نزلش فيها شرع اصلا، فما يحتملش فيه الخطا. لكن ده المجتهدين اللي من بعد الشرع خلاص كامل، فيحتمل انه يصيب ولا يصيب، انما النبي ما نزلش شرع اصلا في المساله اللي هو بيجتهد فيها، لانه لو كان نزل فيها شرع مش هيجتهد، هيحكم بيه. فاذا اجتهد يبقى دليل ما نزلش فيها حاجه اصلا، وما نزلش فيها حاجه اصلا يبقى هو مصيب على كل حال. فهمت؟ لانه ما قفش تكليف. فهمت المساله السطر ده يعني. فاما ما لم يعقد عليه قلبه من امر النوازل يعني القضايا النوازل يعني القضايا اللي بتنزل ايه دي ورا دي ورا دي ورا دي اسمها النوازل، ما ينزل في عصر النبوه من قضايا شرعيه تطرا عليه صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يعلم منها اولا الا ما علمه الله شيئا شيئا. يبقى القضايا اللي كان بينزل عليه بيها الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه بالتدريج مع نزول الوحي، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى كان ينزل عليه القران منجما ايه قضيه قضيه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم تدريجيا ويعلمها لاصحابه، وكان قبل ذلك لا يعلم هذه القضيه فيعلمها بالتدريج صلى الله عليه وسلم. حتى استقر علم جملتها عنده اما بوحي من الله او اذن ان يشرع في ذلك، لان ربنا اما اوحى اليه او امره انه يبين الشرع. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتبين، يبقى ربنا قايل له بين اهو، لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتذكرون. وقال له برضو إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يبقى ربنا أذن له اداله الإذن ويحكم بما أراه الله. وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها
ولكنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى استفرغ علم جميعها عنده صلى الله عليه وسلم، وتكررت معارفها لديه على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل عن أمته بالشريعة. وبالجملة فلا يصح، يعني لا يجوز عقلا ولا نقلا منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه، إذ لا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه. وأما ما تعلق بقى بعقده، يعني عقد قلبه، من ملكوت السماوات والأرض وخلق الله، يعني مخلوقات الله، وتعيين أسمائه الحسنى وآياته الكبرى وأمور الآخرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه إلا بوحي، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه. لازم يبقى الحاجات دي كلها يبقى معصوم فيها تماما. يبقى علم النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأمور الغيبية ده علم معصوم فيه تماما، مش عن اجتهاد قد يكون فيه خطأ وصواب، لا، ده علم معصوم فيه تمام، محفوظ فيه تمام، لا يشك فيه لحظة، لا النبي ولا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم أن النبي لا يبلغ إلا عن وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فعلمه بإيه؟ بملكوت السماوات والأرض. وكلمة ملكوت فعلوت، يعني صفة كده زي جبروت، واخد بالك؟ معناها كل ما لا يقع تحت الحس من الموجودات. يبقى الأشياء موجودة مخلوقة لكن لا تقع تحت الحس، يعني لا تراها ولا تلمسها ولا تشمها، وهي مخلوقة زي الملائكة وزي الجن وزي الجنة والنار والملأ الأعلى وغير ذلك والصراط، كل الأشياء دي مخلوقة وموجودة لكن أنت لا تراها. يبقى الملكوت هو كل ما لا يقع تحت الحس من الأكوان. طب وكل ما وقع تحت الحس من الأكوان يسموه ملك. يبقى ما تراه هو الملك، وما غاب عنك وموجود ملكوت. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان علمه بالملك على أكمل حال، حيث أن يرى الأشياء على مراد الله، وعلمه بالملكوت بوحي الله فلا يتطرأ فيه جهل، وهو ما غاب عن الحس، وهو من ملكوت السماوات والأرض وخلق الله، يعني مخلوقات الله. يصف لك الملائكة ويصف لك أحوال الأمم السابقة، يقول لك كان في من قبلكم رجل كان عنده برس ورجل كان عنده أراع ورجل كان عنده كذا وجالهم ملك، ويحكي لك قصة طويلة في من كان قبلكم في ايه، في اولياء بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى اعلمه، ما كانش عايش معاه صلى الله عليه وسلم. يبقى اخبار النبي بهذه الاشياء وما كانش عنده حد بيعلمه، ولا كتاب ولا مكتبة ولا انترنت ولا اي حاجة يعرف يطلع منها، الا الله هو الذي علمه سبحانه. يبقى ما تعلق بعقده من ملكوت السماوات والارض وخلق الله وتعيين اسمائه الحسنى، يقول لك لله 99 اسم، من احصاها دخل الجنة، الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخر الاسماء الحسنى، كل دي ما فيهاش فيها اجتهاد، دي وحي من الله، دي بالوحي بالحرف. وامور الاخره واشراط الساعه واحوال السعداء والاشقياء وعلم ما كان وما يكون لحد ما تقوم القيامه، الرسول صلى الله عليه وسلم ليه اخبار لحد ما تقوم القيامه، مش وكده وبس، ويوم القيامة الناس هتبعث ازاي وازاي هتبعث 19، والناس هتجتمع يروحوا لسيدنا ادم ويروحوا لسيدنا نوح ويجروا، يحكي لك هيحصل ايه، ويحكي لك هيحصل ايه على الصراط ويحصل ايه، واخر اهل النار دخولا خروجا منها، واخر اهل الجنة دخولا الجنة، واول طعام يأكله اهل الجنة، ويعملوا ايه اهل الجنة، كل الحاجات دي محدش يعرفها الا بوحي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عنها، كل دي معصوم فيها. فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه لا يأخذه فيما أعلم منه شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين، لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، مش شرط يبقى عارف كل التفاصيل بالضبط، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر. لكن اللي عنده بقى فهو ما يعرفش كل التفاصيل، لكن اللي عند نبينا ده اكثر من اللي عند جميع البشر مجتمعين صلى الله عليه وسلم، لانه نبي كل البشر
ونبي كل العصور ونبي كل الأماكن، فعلمه أصبح يليق بما أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البيهقي: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. يبقى علمه مكتسب من ذاته، علم النبي علم مكتسب من الله، أما علم الله علم ذاتي. في فرق، لأن لما يجي ناس يقول لك أنتوا كده هتشركوا بالله، تقول إن رسول لا أعلم أهل خلق الله كده أشركت بالله، بقول لك يا سيدي أعلم خلق الله، وأنا قلت أعلم من الله تقول لي أشركت بالله؟ أغبياء. أي وصف توصف النبي على ما هو عليه من كمال يقول لك كده هتشرك بالله. يا سيدي انا بقول لك اعلم خلق الله، ايه دخل بقى الله في المسألة دي ان انا اشركت بيه؟ ده انا بقول لك خلق الله يعني ما زال مخلوق، تقول لي منين اشركت بقى؟ هو اعلم خلق الله غصب عنك، تقول لي ازاي انك انت كده خليته في مقام الاولياء وانا قلت لك هو اعلم من الله عشان تقول لي اشركت بالله؟ حاشا وكلا. علم النبي هو اعلم خلق الله، ولكن اذا ما قرن بعلم الله فهو كقطرة في محيط، لكن اذا ما قرن علم النبي بعلوم البشر مجتمعين فعلوم البشر مجتمعين كقطرة من محيط علم النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول نفسه قايل كده: المثل ومثلكم، يعني في الادراك والاحاطة والشمول والعلم، مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم وانتم تقحمون من يدي او تفلتون من يدي. يعني الفرق بين علم الناس جميعا وعلم النبي كالفرق بين علم اعلم الناس واذكى الناس وعلم الناموس والبعوضة. شوف انت الناموس والبعوضة دي تعرف ايه؟ انت بقى راجل علامة بقى عارف كل حاجة، والناموسة تيجي في اللمبة نمرة خمسة تروح داخلة فيها حرقة نفسها، فاهمة ان دي الشباك هتطلع منه على النور، جهلة من جهلها فاهمة ان الشباك هو ايه البتاع النار دي، ان الدنيا دي كلها ظلمة وده شباك يوديها على النور، تروح داخلة في النار فاهمة انها هتطلع على النور تروح محروق. او علمين احنا بالنسبة لعلم النبي كعلمك انت بالنسبة لعلم الناموسة دي، فهمت المسألة؟ أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، اللي هم الناس جنادب وفراش وناموس وهموس، عالم مش فاهم حاجة قاعدة تعك الدنيا، يفتكر إن الشهوة دي هي دي وفي منتهى مراده وفيها مهلكة وهلاك، زي ما الناموس تفتكر إن النار دي منتهى مرادها وتخش فيها تحرقها تموتها. بالبني آدم كده بالظبط، يعمل المعصية وفاكر إن هي دي فيها منتهى سعادة ويطلع فيها منتهى الشقاء، تشبيه بليغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلوم الناس كلها بالنسبة لعلم النبي كمثل ايه الناموسة بالنسبة لعلم رجل عنده ذكاء وعقل راجح، وده طبعا لا يقارن. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما بيوصف الجنة بيقول ايه: فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طب ما هو من البشر، يعني كل البشر مجتمعين مش هيخطر في بالهم اللي انا شفته وعرفته، لان النبي شاف، مش شاف الجنة ومشي فيها، يبقى ما خطرش على قلب جميع البشر اللي يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علمه فقط كل البشر ولا ما فقش؟ اهو لا خطر على قلب بشر، يعني انتوا مهما قعدتوا تجتهدوا مش هتعرفوا اللي انا عرفته ولا هتشوفوا اللي انا شفته ولا هتوصفوا اللي انا ايه اللي انا دقته ولمسته بايدي، فضلا عن انكم توصفوه بس مش انكم تلمسوه بايديكم. فكلمه ولا خطر على قلب بشر دي فيها دليل تنويه لطيف على سعه علم النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو علم النبي لا يخطر حتى قدر علم النبي على قلب بشر. واضح؟ طيب، وربنا بيقول ايه: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. وقول موسى للخضر بيبين لك بعد الامثلة بقى دي ان قد يغيب عليه بعض التفاصيل، لان ربنا قايل اهو: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، نبينا من ضمن الانفس، فيبقى ممكن يغيب عليه بعض التفاصيل ما يضرش، بعض التفاصيل تغيب عليه ما يضرش. واضح؟ سيدنا موسى برضو غابت عليه بعض التفاصيل، جايب لك دليل اهو تاني
لما سيدنا موسى بيقول للخضر هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ما يضرش، واخد بالك؟ ولا يقدح في ايه؟ في سيدنا موسى، انه غاب عليه بعض التفاصيل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الدايلمي باسناد صحيح عن انس بن مالك، اسالك باسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم، فدل على ان سيدنا رسول الله يعلم لله اسماء، والله له اسماء قد لا يعلمها النبي. واضح؟ يقول ما علمت منها وما لم اعلم، يبقى ربنا له اسماء كثيره، علم نبينا منها كثير ولكن لم يعلمه منها كلها. يبقى ادخر عنده سبحانه من اسمائه بعضها قد لا يعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم. بكل اسم هو لك، اسالك باسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم. وقول في روايه الامام احمد، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او استاثرت به في علم الغيب عندك، دي روايه الامام احمد. وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم، فالذي فوق علم النبي هو علم الله بقى، يعني كل عالم فوقه عليم لحد ما يبقى نبينا فوق كل العلماء، ولا يكون فوق علم نبينا الا علم الله بقى صلى الله عليه وسلم. وفوق كل ذي علم عليم. قال زيد بن اسلم وغيره حتى ينتهي العلم الى الله، وهذا ما لا خفاء به، اذ معلوماته تعالى لا يحاط بها ولا منتهى لها. هذا حكم عقد النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والشرع والمعارف والامور الدينيه والدنيويه المتعلقه بالامور الدينيه. نقف على الفصل الرابع، هيكلمك بقى في عصمه نبينا من الشيطان وسائر الانبياء. هل النبي معصوم من الشيطان وسائر الانبياء، ولا الشيطان له معه سبيل؟ هي دي المساله، خصوصا ان في بعض الايات قال ايه على سيدنا يوسف من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي مثلا، واخد بالك؟ فدخل وسيدنا ايوب وهو نبي قال ايه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفلت علي شيطان البارحه فكاد ان يفسد الصلاه، واخد بالك ازاي؟ وقال وقل ربي اعوذ بك من همسات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. كل الايات دي واستعاذة النبي من الشيطان، هل لكون النبي الشيطان له معه سبيل ام لا؟ هو ده موضوع الفصل القادم، نبحث في هذه الايات وننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الشيطان، وتأويل هذه الايات على الوجه الذي يليق بعصمة نبينا وسائر الانبياء. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا الله.